تزداد في السنوات الأخيرة خطورة البيئة الأمنية المحيطة باليابان. مهيا دون كنيمو 一国だけで 平和を守れる時代ではありません。 وللتعامل مع البيئة الأمنية المتغيرة تعزز اليابان التحالف الياباني الأمريكي الذي هو حجر الأساس للسلام والاستقرار في منطقة آسيا المحيط الهادئ. كما تعمل اليابان على تعزيز أطر العمل الثلاثية كتلك المكونة من اليابان والولايات المتحدة وأستراليا، أو من اليابان والولايات المتحدة والهند، أو من اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا، وكذلك مبادرات التعاون الإقليمي متعددة الأطراف، ومن بينها قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة آسيان. لقد شاركت اليابان بنشاط في مبادرات دولية عديدة، ويتضمن هذا مشاركتها في الحرب ضد الإرهاب من خلال أنشطة التزويد بالوقود في المحيط الهندي. كما تساهم اليابان في إعادة إعمار العراق عبر المساعدات الإنسانية ودعم مشاريع إعادة البناء. تتعاون اليابان أيضاً مع دول أخرى في مكافحة القرصنة، وتقدم اليابان مساعدات للاجئين الفارين من مناطق الصراع ومعونات إنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية. حتى الآن شاركت اليابان في 13 من عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، ومن بينها عمليات في كمبوديا وهضبة الجولان وتيمور الشرقية وهايتي وجنوب السودان. ويتم الآن وضع تشريعات أمنية جديدة لتمكين اليابان من زيادة مساهماتها في الأمن العالمي. في العالم